السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من قصة محمد الهندي. قبل انتشار الفيروس بثلاثة أشهر، ذهب محمد الهندي في رحلة تجريبية قامت بها وكالة ناسا الفضائية. نجحت الرحلة وقامت باكتشافات رائعة، وكان يتطلع لإخبار رئيس الوكالة عباس العمري بما رآه في الفضاء. هبط الرائد محمد الهندي قبل قليل على الأرض، لكن المفاجأة الكبرى لم يعلم ماذا جرى. فذهب ليتجول في الأرجاء فينظر إلى بنايات محطمة، كل شيء يبدو غريب في هذه الأرض. ما الذي حدث في هذه الثلاثة أشهر؟ ما الذي يجري؟ أرى إن الأرض قد تغيرت، ولكن في الحقيقة لم يعلم إن 90% من سكان الأرض الآن هم موتى أحياء. فهو بينما هو يتجول ويبحث عن شيء يعرفه منذ أن كان على هذه الأرض، فلا يرى سوى المخيمات المدمرة وكل شيء محطم. ما الذي يحدث يا ترى؟ لا يعلم، وأخذت الحيرة تدور في رأسه. ما الذي حدث في غيابي؟ وبينما هو يتجول رأى شخصا من بعيد، فتقرب ليرى ما الذي حدث هنا. يا إلهي، ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ هل أنا في حلم أم أثرت بي موجات الفضاء؟ يا إلهي، وعندما كان يهرب مرعوبا من شدة الخوف، فرأى بيتا من بعيد، فقرر أن يحتمي به هذه الليلة ويرى ماذا يحدث فيما بعد. فتقدم نحو البيت ليرى ما في الداخل. فكانت المفاجأة إنهم الموتى الأحياء يملؤون المكان أينما هرب. إنهم كثيرون، فهرب مسرعا، ولكنهم بدأوا يلحقونه وهو ينادي بأعلى صوت لديه: لا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد.
طبعا هاي المرة ما قلت رجعت لكم، وإنما رجعنا لكم لأن تعرفون الفيديو مشترك بيني وبين صديقي وأخوي محمد الهندي. هسه شباب يكتبون شنو آراءكم بالفيديو، إن شاء الله نالت إن شاء الله الفيديو نال إعجابكم. يعني إذا تردون نسوي لكم يعني حلقات أكثر وأكثر، فتفاعلوا بالفيديو ودعمونا لايك اشتراك فعل الجرس، وكتبوا لنا رأيكم بالتفصيل. اللي يريد يشارك بالفيديوهات الجاية خلي يسوي، يعني بعدنا احنا حاليا ما محتاجين يعني كم واحد ويانا يعني، بس راح تجي حلقات نحتاج بيها يعني شباب يمثلون ويانا. فاللي يريد يشارك خلي يسوي حساب ضعيف بسيرفر تشارلز تاون، وكون يلتزم بالمواعيد. يعني اذا قلنا بالعشرة بالليل او ب11 بالليل نصور، فكون هو موجود حتى ما نتأخر بالتصوير ولا ينشل قلبنا. هاي السالفة انتهينا منها. بالنسبة للاخطاء الشباب، عقب باشر ان شاء الله راح يجي حدث جديد، وقالوا يصلحون الاخطاء يعني ويا التحديث هذا مال الحدث، قالوا يصلحون النار اللي يحطوها فوق المهمات. يعني هاي السالفة راح يعني ما يقدر يحط نار فوق المهمات، او راح تقدر تاخذ المهمة حتى لو حط فوقها نار. المهم قالوا راح يصححون الخطأ، هاي اول وحدة. ثاني وحدة قالوا راح يصححون الدراجة لما تلزق بالجسر، يعني لما يصير كلش مرات تطب جوا الجسر، مرات يعني تصير بنص الجسر او هيك شي. فقالوا على اساس هذا الكلش همات راح يصلحونه. واهم شي قالوا راح يصححون مشكلة ايه مشكلة شن قالوا راح يصححون مشكلة تسجيل الدخول. يعني هاي لما يعني تريد تدخل اللعبة يعني يقول لك سيرفر ديسكونكت ما اعرف شنو، يعني تطلع لك كتابة بالنص مال الشاشة وما تفتح عندك اللعبة. قالوا على اساس هاي راح يصححوها همات. خلاص فيديو اليوم شباب، كتبوا لنا رايكم وبدون مجاملة، عجبكم او ما عجبكم. لا تنسون دعمكم حبايبي، وفي امان الله اشوفكم بخير.